صباح الخير، صباح الحب، صباح السعادة، صباح الأمل على كل مشاهديني. أهلا بيكم في برنامج جديد قفل ومفتاح. أحب الأول أعرفكم بنفسي، أنا كوتش فاطمة سالم، أنا كوتش علاقات ولايف كوتش، وكمان حبيت أعمل البرنامج ده ليساعد كل واحد بيمر بمرحلة نفسية. وكلنا حياتنا عبارة عن رحلة، والرحلة دي فيها محطتين، محطة يا بترسينا على بر الأمان والطمأنينة، يا محطة تانية بترسينا على قفال كتير قوي. والقفال دي ساعات بنستناها وكتير بنستناها، ساعات بنستناها شهر أو سنة أو يوم. وعشان كده حبيت أعمل برنامج قفل ومفتاح، إني لقلكوا مفاتيح للقفال دي. والنهاردة حبيت أبدأ البرنامج بتاعي في أول حلقة، هو برنامج في برنامج قفل ومفتاح، هو علاقتي مع نفسي. علاقتي مع نفسي اللي كلنا بنخاف منها، كلنا بنخاف نواجه نفسنا، بنخاف نبني علاقة مع نفسنا، بنخاف نبني العلاقة دي علاقة سوية أو ممتعة، علاقة سهلة، بنخاف نبنيها لحسن تتهد. عمرك سألت نفسك هي إيه نفسي دي؟ عمرك بنيت علاقة مع نفسك؟ عمرك سألت نفسك هي إيه أصلاً علاقتي مع نفسي؟ استنوني بعد الفاصل هنعرف إيه علاقتي مع نفسي. نفسي، في علماء كتير بيقولوا نفسي هي الروح والقلب، والبعض الآخر بيقول إن نفسي هي روح في مكان وجسد تاني في مكان تاني. وفي الحقيقة نفسي هي كل حاجة أنا بحتاجها، هي كل غريزة أنا ببقى محتاجها في حياتي، وبتبدأ ربنا بيبدأها من أول ما بنتخلق على وش الأرض. الغريزة دي هو احتياجي أول ما بطلع من بطن أمي، هو الأكل اللي أنا ببقى عايز أكله، النوم اللي أنا ببقى عايز أنامه. وساعتها لما ده بيتبني، لو اتبنى صح فاحتياجاتي ساعتها بتتبني صح. لو أنا احتجت إن أنا أخد حاجة في وقت صح من أهلي أو من أمي أو من أبويا، واحتجت الأمان واحتجت الحنان ولقيته في وقت ما، بلاقيه بعد كده، بلاقي الاحتياج اللي أنا عايزه ده بعد كده. هل عمرك سألت نفسك أنا إيه احتياجاتي؟ أنا نفسي في إيه؟ هل عمرك أخدت نفسك كده وشربتها فنجان قهوة؟ عمرك أخدت نفسك ودلعتها؟ عمرك قلت لنفسك وصرحت لنفسك بأخطائها؟ عمرك عملت ده كله؟ سألت نفسك إمتى آخر مرة انا دخلت انا لوحدي مكان وقعدت مع نفسي اسال نفسي انا بحب ايه وبكره ايه، انا ايه ما بحبوش وايه بحبه؟ زي الطفل الصغير اللي بيبقى محتاج حضن حنان امه وابوه، بيبقى محتاج الحضن ده في سن معين. بس سيبكم انتوا بقى من ده كله، ساعات كتير بننكر ان احنا مقصرين في حق نفسنا، وساعات كتير بننكر ان احنا مسؤولين عن نفسنا، وبننكر قد ايه احنا محتاجين ده، وبننكر احتياجاتنا لنفسنا ايه هي. عشان كده في ناس كتير بتسال ايه اكتر حاجه تجنبها في علاقتي مع نفسي. اكتر حاجه تتجنبها في علاقتك مع نفسك النفس المتكبره اللي بيسموها العلماء illusionary superiority. النفس المتكبرة دي هي النفس اللي دايما بتخليك متكبر انك تسمع اي نصيحة، متكبر انك تبقى زي الاب اللي بيقول لابنه انت فاهم حاجة اصلا، هو انت عارف حاجة. هو ده ساعتها النفس المتكبرة بتطلع في الوقت ده، كأنه اكتفى بالعلم اللي عنده، كأنه اكتفى بالعلم اللي عنده وما سابش حاجة لابنه، مع ان ممكن يتعلم حاجة من ابنه او يتعلم حاجة من بنته. والنفس المتكبرة لو انت ما حذرتش منها
اللي هي الالوجينير سوبيريورتي، هتلاقي نفسك ما بتتعلمش حاجة، هتلاقي نفسك دايما بتفشل ومش عارف انت بتفشل ليه. تاني حاجة تحذر منها عدم تقديرك لذاتك. لازم لما تعمل حاجة لازم تقدر ذاتك، لازم تبقى عارف انا بقدر ذاتي ازاي، لازم تبقى عارف انا بحب نفسي، بحبها. طب وانا بقدر نفسي النهاردة ولا ما بقدرهاش؟ هل انا مرتاح النهاردة ولا مش مرتاح؟ تالت حاجة تحذر منها ان انت تالت حاجة تحذر منها انك انت تقارن نفسك. اوعى تقارن نفسك بحد. لما تقارن نفسك وقدراتك بقدرات غيرك، فانت ساعتها هتدخل في مرحلة اكتئاب، وهتدخل في مرحلة اضطراب نفسي. المرحلة دي لما تقارن نفسك بجهد غيرك في الشغل او في البيت، انا اخويا بيعمل حاجة معينة، انا امي بتعمل حاجة، لو هو بيعمل 5 وانت بتعمل 3 مفيش مشكلة. ربنا خلق كل واحد فينا بقدرات معينة، والقدرات دي لو انت معرفتش تنميها صح، وعرفت ان انت عندك قدرات معينة وتقدر تنميها، مش هتعرف تستفاد منها. رابع حاجة تخلي بالك منها انك تعرف خطأك وتصلح منه، مش عيب. في ناس كتير بتخاف ان هي تصلح من خطأ معين، وبتقعد تبرر لنفسها الاخطاء اللي هي بتعملها. لا بالعكس، اوعى تبرر لنفسك اي خطأ. لازم او بلاش لازم، انت محتاج انك تبرر لنفسك، انت محتاج انك تصحح من الاخطاء دي، مش انك تبرر الاخطاء دي. وكمان الحاجة اللي تخلي بالك منها هو السقوط المفاجئ. السقوط المفاجئ ده بينتج بسبب inner conflict او صراع داخلي. بينتج ازاي؟ انا ما ببقاش عارف نقط ضعفي. ناس كتير بتيجي تسألني انا مش عارفة نقط ضعفي، قولي لي ايه نقط ضعفي. انا مش عارفة. ربنا خلق كل واحد فينا عنده نقط ضعف ونقط قوة. لازم تبقى عارف ايه نقط الضعف اللي عندك، او انت محتاج تعرف ده. ليه؟ لان السقوط ده المفاجئ بيجي بسبب ان انا مش عارف ايه نقط الضعف او ايه اللي بيضايقني، فممكن تقدر تكتبه. عارفين شفتوا اعلان هالك الرجل الاخضر؟ في الاعلان لما كان فجأة تحول، لما الناس قعدت تيجي عليه فجأة تحول بقى ضخم وكبير قوي، ده بسبب ايه؟ ان هو ما كانش عارف ايه الحاجة اللي بتضايقه، او ايه الحاجة اللي بتخليه كده. ايه عرف ايه اللي ممكن يحولك، ايه اللي ممكن يخليك فجأة يجيلك السقوط المفاجئ ده. كمان في حاجة ناس بتيجي بتسأل، هو ليه الواحد ممكن فجأة ينهار؟ ليه ممكن فجأة يبقى انا بنهار فجأة وعندي نقط ضعف كتير وبنهار؟ قريت مقالة فيها بيقولك فيها خلي بالك من السلف أمج، صورتك الذاتية لنفسك تخلي بالك منها. يعني صورتك النفسية لنفسك، انت لازم وانت بتكلم نفسك تبقى عارف انت بتكلم نفسك ازاي. اعرف انت بتكلم نفسك ازاي، لان كل حاجة انت بتقولها لنفسك انت بتفضل عايش بيها. يعني انت لو صحيت الصبح قلت لنفسك انا مخنوق انا تعبان، انت فعلا هتفضل تعبان وفعلا هتفضل مخنوق. ما بقولش تنكره، لا، بس انت ما بتنكرش، انت بتقول ان انا تعبان وبتلاقي حل. بس مش تفضل تقول انا تعبان وانت ما فاكش حاجة، متفضلش تقول انا مخنوق على حاجة صغيرة قوي. ولو حاجة كبيرة اكتبها. في مقالة، المقالة اللي كنت بقول عليها دي، بيقولك خلي بالك من السلف امج، ان انت وانت بتعمل نيو ساينس كان بيقولها من الفور ديز. اول حاجة تخلي بالك منها هو الديفيت. الديفيت ده ديفيتد، ان انا مهزوم، حاسس ان انا دايما مهزوم، انا ما عنديش صحاب، انا تعبان، انا مش قادر اشتغل، انا مش قادر اعمل حاجة، ما عنديش الارادة ان انا اعمل حاجة. تاني حاجة تخلي بالك منها الديزرتد. الديزرتد ان انا ما حدش بيحبني، انا كل الناس بتكرهني، انا مكروه. تالت حاجة تخلي بالك منها الديفاكتيف اللي هو انا ربنا خلقني بالصفات دي،
ربنا خلقني كده شكلي وحش، بلبس وحش، ربنا خلقني كده بني آدم مش محظوظ، عشان كده الناس كلها بتبعد عني. رابع حاجة تخلي بالك منها الانديبرايفد ده اللي هو انا محروم من كل حاجة، انا ما عنديش ولا حاجة. الفور ديز دول اللي هم الاربع حاجات، هم الحاجات اللي بيخليك يجيلك سقوط مفاجئ، بيخليك تنهار فجأة ومن غير اي سبب. خلي بالك ان لو جالك الانهيار ده فجأة ومن غير اي سبب، مفيش حاجة هتشيلك غير نفسك، عشان كده لازم تصارح نفسك. محتاج انك تصارح نفسك وتصحح من اخطاء نفسك. وكمان في حاجه كمان، مع مرور الوقت كان في ناس بتقول بتحس ان هي علاقتها مع نفسها مش موجوده، بتحس ان علاقتها مع نفسها يئست منها، مش عارفه تعمل ايه، بحس ان انا مش قادر اعمل حاجه، بعاني من مشاكل نفسيه، بعاني ان انا مش قادر اعمل حاجه، تعبان، مش قادر انزل الشغل. وتسأله ليه؟ يقولك مش عارف، انا كده تعبان مش قادر. صحته النفسية والجسدية مش موجودة. بعد الفاصل هنستقبل الضيفة الجميلة لايف كوتش وريليشن شيب كوتش الدينا حلاوة. استنوني بعد الفاصل. بتسأل نفسك ايه الحل؟ ازاي ابني علاقتي مع نفسي؟ اعمل ايه؟ ودايما الحيرة بتبقى في كده، اعمل ايه؟ وبفضل قاعد ومش عارف. ناس بتسيرش على جوجل، ناس بتروح تكلم دكاترة نفسية، ناس بتروح تكلم ثيرابيست، ناس بتروح تكلم كوتشز، ومش عارفين فعلا يعملوا ايه. عشان كده ضيفتي النهارده اللايف كوتش وريليشن شيب كوتش دينا حلاوه، هتقدر تقول لنا اكتر ونستفيد اكتر بخبراتها والنوليدج بتاعتها. ازيك يا دينا، عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه يا فاطمه؟ ايه الاخبار؟ انا مبسوطه قوي ان انا معاكي في البرنامج النهارده، والبرنامج ده فكرته جامده جدا، وان شاء الله بالنجاح بجد دايما ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا ان انت جيتي النهارده وشرفتيني هنا في مكاني، بس حابين بقى نستفاد بخبراتك ونستفاد بقى بالكتب. اكيد بتقري كتير طبعا. هو فعلا يعني انا دايما بحب اقرا عن السايكولوجي والكوتشنج ده من وانا صغيره، من ايام حتى من قبل الجامعه. حلوه قوي. وبعدين انا بعد كده بقى ابتديت الطريق اللايف كوتشنج ريليشن شيب كوتشنج، وحتى الان ويمكن مكمله كمان لقدام اكتر كمان. حلوه قوي. فانا النهارده يعني شوفوا انتوا حابينها النهارده بتتكلموا عن علاقه الانسان بنفسه. بالظبط. اوكي، حابين نعرف بقى منك يا كوتش دينا، ازاي الانسان يبني علاقته مع نفسه؟ في ناس كتير بتجت ستاك وما بتبقاش عارفه ابني علاقتي مع نفسي ازاي، بتحس ان هي تعبانه، بتحس ان هي يائسه من حياتها. كتير ناس بتحس ان هم انا تعبان، انا مش قادر اعمل حاجه في حياتي، especially الناس عارفه السن اللي بعد الجامعه ده. بعد الجامعه تلاقيهم ناس كتير قوي بيتعبوا نفسيا، ما بين مرحله بقى مرحله ان انا خلصت جامعه والاجازه، بيحس ان هو انا بعمل ايه، هو حياتي فيها ايه، هو انا فاضي كده ليه. فبيحس ان هو بيجت ستك كده ولوست، ان هو انا مش قادر، انا مش عارف اعمل ايه. فتقدري بقى تقولي لنا ازاي الانسان اللي يبني علاقته مع نفسه؟ لان بقى ناس كتير قوي بقت مش عارفه الاراده دي يجيبوها منين، ارادتهم الاراده مش عارفين الاراده دي بتحركهم ازاي. فنستفيد بقى منك يا دينا طبعا، ازاي الانسان يبني علاقته مع نفسه؟ الانسان اول حاجه، يعني اول طريق ان انا اتعامل مع الناس بطريقه سويه، هو ان انا لازم ابني علاقتي بنفسي. تمام. فاول خطوه ان انا هعرف نفسي، يعني هشوفها بشكل جديد، هشيل كل الافكار الغلط اللي كانت عني او الافكار اللي ممكن تكون مش صح او تخيلات، وابتدي ان انا اكتشف نفسي من جديد. فعندنا في طرق كتيره جدا ان واحد ممكن يعرف نفسه، منها مثلا الديسك
ده تقييم او نظرية، وعندنا كمان انياجرام، بس انا النهارده هتكلم عن الديسك. تمام، اوكي. ده تقييم كان معمول بحد سايكولوجيست او معالج نفسي كان اسمه ويليام مارستون، وهو اللي حط الفكرة ان هو قسم الشخصيات على حسب سلوكها، واول اقسمهم لاربعة: دي، اي، اس، وسي. اوكي اوكي ودي ده نوع من الشخصيات، اول نوع بيبقى الدوميننت او اللي هو بيبقى القيادي. اوكي القيادي ده بيبقى بيحب السيطرة جدا، بيبقى عنده دايما هدف هو رايح له، وما بيشوفش غير الهدف، هو اللي بيحركه، هو الموتيف بتاعه، ودايما بيبقى عنده يعني شايف الصورة العامة، مش مهتم بتفاصيل. دي تمام. من اهم صفات ده الدوميننت. الدي ده الدي. بي 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 وطبعا هو دايما بيبقى بي الدي ده بينفع يبقى ليدر، صح ليدر كده؟ جدا، هو فعلا عنده يعني، هو لما بينمي جواه او بيطور الموضوع ده، بيعرف ان هو يشتغل على نفسه فيه، بيبقى ليدر كويس جدا، مش جاست مدير، لا بيبقى قائد فعلا. تمام. وهو عنده برضو مثابر، يعني مش بيخاف من حاجة اسمها فشل، ودي من اهم بقى مميزات اي حد بينجح فعلا. ان هو دايما طول ما هو في صراعات سواء داخليه او خارجيه، سواء عنده inner conflict ما بينه وما بين نفسه، ان هو الصراع الداخلي ده او conflict بقى خارجي، بيحس الصراع الخارجي تلاقيه بقى لا بيقدر برضه بيحارب وبيحاول ان هو يوصل، حتى لو قابل بالظبط عقبه او طريق او حاجه في حياته وحشه تلاقيه لا بيعدي. ده دي بالظبط، هو دايما بيحب المخاطرة والتحديات. حلوة قوي. ده أول نوع من الناس. وتاني نوع اللي هو الاي او الانفلونسر، وده بيبقى اللي هو المؤثر. المؤثر ده طبعا ده بيبقى الحنين ده. ده شخصية كاريزماتيك جدا على فكرة، يعني هو محبوب عادة، وبيبقى عنده يعني مهارات اجتماعية حلوة جدا ولبق، ودايما بيبقى متحمس، بيحمس الناس، وبيبقى عنده يعني إقبال كده على الحياة. فده طبعا أكتر حاجة ممكن تخوفه إن حد يرفضه، إن الرفض من الناس دي يعني مهمة جدا. وفي برضو عندنا إن هو بس الحتة دي على قد ما هي مهمة، بس وحشة في ايه بقى؟ ان انا دايما بفكر في الناس، الناس ممكن ترفضني، الناس ممكن تنتقدني، الناس ممكن تحكم عليا، ما بتصرفش كده مني لنفسي تلقائي، فدي حاجة. بس هو عنده الموهبة ان هو يقدر بيعرف يتكلم، وبيعرف ازاي يكسب الناس. هو اصلا كل اللي همه او يعني هو المحور، محور حياته هو الناس، اوكي. واهم حاجة عنده، وهو ما بيهتمش الا بالناس، وبيشوف صورة عامة برضو، مش تفاصيل او ديتيلز، وده برضو بيخليه يبقى مشتت شوية في تفكيره. في منهم بيبقوا مشتتين، مشتتين في تفكيرهم. مشتتين ممكن ان هما مثلا يعني يقولوا مثلا هنخرج، يقولوا هنخرج مع كذا حد مثلا في نفس اليوم، ويقولوا ده اوكي وده اوكي وده، وعادي في الاخر يعني لسه بقى هيشوفوا هيعملوا ايه. بس هما بيحبوا الناس جدا، بيحبوا التجمعات، وبيحبوا ان هما يأثروا فيهم ويتأثروا بيهم. ده لو ولاده كلهم هتلاقيهم في الاخر قعدوا على القهوه. ايوه هو بس هيسيبوا كل حاجه يقعدوا على القهوه عادي. وبعدين تالت نوع اللي هو الاس، وده اللي هو الستادي او الثابت. هو طبعا ضد التغيير، ما بيحبش تغيير خالص. وبيبقى فيه طبعا ميزات برضو، ان هو بيبقى شخصيه مخلصه وصبوره ومنظم. وبيبقى في منهم بطيء، وبرضو عنده عنده حتة ان هو يعني يقول روايات، روائي ناجح جدا. لو في فعلا حد روائي بيكتب وكان في العنصر الاس ده، فبيبقى ناجح جدا، لانه بيتكلم عن تفاصيل، وهو مهتم جدا بالناس وبالتفاصيل، ده يبقى ستوري تيلر هايل. هايل ومستمع جيد جدا. فده الاس. اوكي. وبرضو نيجي عند رابع نوع. رابع نوع ده ممكن اللي هو اسمه السي او الكوسس، ده الحذر. عندي سؤال من ناحية، طيب الاس
هو الاسم قلت لي ان هو منظم، اه صح؟ منظم بقى من ناحية ايه بقى بالظبط؟ يعني منظم، هو بيحب وقت ولا يعني ينظم دولابه، اه ينظم حاجته. و اه ده الاسم ده اللي هو ايه، تلاقيه يلبس ايوه بنطلون وعلى بلوفر، هو نفس البنطلون على البلوفر، ما ايوه يحبش يغير البنطلون على تيشرت مثلا تانية. هو اه هو ليه يعني ليه نظام، نظم؟ يعني الدولاب نفسه منظم، بس هو مش سيستماتيك. مش سيستماتيك بمعنى انه السيستماتيك او اللي ماشي بسيستم ما بيغيرهوش هو اه الكوسس اللي جاي بعده، اه انما هو ممكن تلاقي افكاره منظمه، يعني اوكي. ينظم يعني ايه، طب احنا هنعمل ده وبعدين ده وبعدين ده، فتلاقيه افكار منظمه جدا. اوكي. اما الكوسس اللي انا هقولك عليه ده بقى بيبقى ماشي على قواعد والنظام، وما بيحبش ابدا يغير فيهم. وطبعا تبقى كارثه لو جيتي مثلا قلبتي له واديتي له ميعاد تاني وغيرتي له خطه اليوم. ده انا ده اه يعني هو برضه غالبا اصل انا انا كمان كوشش شويه. فدي بس هو بقى ايه perfectionist، بيحب الحاجه يعني لما يجي يشتغل في حاجه بيبقى شغله طالع هايل، اه ويحب دايما يسعى اتمنى ان شاء الله للكمال. البرفكت يطلع هيك. ده اكيد هو طبعا اكيد واضح. فهو في بس هو في برضه عيب ان هو ناقد. ناقد؟ اه بينقد بس ما يحبش حد ينقده. لا انا مش كده والله. انا فيا سي واي مش. اوكي ما انا هقول لك بقى، ما هو احنا فينا من كل دول بس دايما بيغلبنا اتنين. اه يعني احنا اكيد فينا صفات من الاربعه، بس هما المسيطرين علينا بيبقوا اتنين. اه وطبعا برضو بيبقى الكسي ده بيبقى متردد شويه في اتخاذ قرارات. ده سي. ده سي اه، عشان كده سموه كوشس، حذر. اوكي. Okay. لا انا once I took decision خلاص، يعني اه انا اول ما باخد القرار ان انا هعمل حاجه هعملها بس تاني once يوم. you took، فانت بتاخدي برضو بتفكري، لو انت بتفكري كتير تحسبي تفاصيل وتقعدي بعمل research. اه وانت تبقي متجهه ناحيه الهدف، انت اه هدفك هنا وانا هعمل ريسيرش وهعمل كل حاجه عشان اوصل له. اه هو ده هو ده، ده الكوش. لانه بس هو برضو ممكن يكون مش مهتم بالناس زي الاي وزي الاس. لا اوكي. هو اكتر متجه نحوه الجول ونحوه الهدف بس التفاصيل. فده طبعا في الاداره مع الدي وهما الاثنين بيعملوا كومباينيشن حلو قوي مع بعض. طب ده حلو قوي. جدا. طب الديسك موديل يا كوتش دينا، الديسك موديل ده حاجه الناس تعرف بيها نفسها، يعني حاجه السورس خلاص اللي هو ده انا؟ يعني بحس بصراحه ان انا كفاطمه لما بعمل ديسك موديل، لا مش يعني زي ما قلت ان انا شخص الكوشس ممكن بيبقى شخصيه ناقده شويه، لا انا ما بحبش انتقد حد. فهل ده الناس تعرف من الديسك موديل، يعني لو دخلوا على الديسك موديل يعرفوا نفسهم خلاص هو ده انا ولا لا؟ هو اوريدي في الموديل ده موجود اونلاين، ممكن الناس تاخد التست. وهو بياخد ممكن بياخد بنسب من كل حاجه، اوكي بياخد من الدي نسبه ومن الاي والاس والسي، بس في الاخر يلاقي اتنين هما اكتر نسب. اوكي. فعشان كده ممكن تكوني انت واخده حاجه او اتنين بس مش واخده كل حاجه. تمام. كمان ان ده اوريدي ممكن ان هو بيتغير، ده مكتسب، يعني ممكن اي صفه فيه نقدر نغيرها ونشتغل عليها عادي جدا. عادي. اه تمام. فده اول خطوه، انا كده ابتديت ان انا اعرف نفسي وقلت مثلا هستخدم الديسك. اوكي. نظريه او تقييم الديسك. طيب دلوقتي تاني خطوه انا استخدمتها من علم التسويق. علم التسويق. هما بيعملوا سوات اناليسيس. سوات اناليسيس اللي هي اختصار نقط اللي هي سترينثز نقط القوه، ويكنسز نقط الضعف، والاوبورتيونيتيز الفرص، والثريتس التهديدات. احنا ممكن هما بيعملوها على المنتج عشان يشوفوا السوق ويدرسوه ويشوفوا ايه اللي ممكن تبقى ميزات في المنتج او عيوب او كده. احنا بقى هنستخدمه عندنا في الكوتشنج. هنعمل على ان احنا نعرف اكتر شخصيتنا بيه. احنا بعد ما عرفنا ميزات في شخصيتنا وعيوب فاحنا صارحنا نفسنا، يعني مهم جدا اهم حاجة ان احنا نصارح نفسنا، مهم جدا ان احنا نعرف اكتر عن نفسنا ونصارح نفسنا باخطائها، لان احنا لو عرفنا اكتر عن اخطائنا هنعرف زي ما كوتش دينا قالت ان احنا
نعرف ايه العيوب اللي عندي وايه الميزات اللي عندي واشتغل عليها، وكمان ايه نقط القوة اللي عندي وايه نقط الضعف. هنستغل ده زي ما كوتش دينا بتقول الفرص، صح؟ يعني من ناحية ان احنا بنلاقي نقط القوة ونقط الضعف، هنعرف بالظبط نلاقي فرص من خلال الحاجات دي. بالظبط. انا عرفت ميزاتي، انا بقى اشتغل لها استفيد بيها، فانا احاول اطورها اكتر. يعني مثلا حد عارف دلوقتي ان هو انفلونسر او ان هو مؤثر في الناس، ممكن ان هو ينمي ده اكتر ويستغله في ان هو يشتغل في مهنة ترينر مثلا، مدرب، او ان هو يشتغل لها في مهنة سيلز، اوكي. فيقدر يأثر على الناس. فدي ممكن ان انا اعرف ميزاتي فاعرف ازاي استفيد بيها، هتوجهني في حياتي في شغلي ازاي، مع الناس في التعامل ازاي. وطبعا برضو في العيوب اللي انا عرفتها، فانا هعرف ازاي بتهددني، ده اللي هو حتة ان هي من عيب بقى تهديد، لان ده ممكن يأثر مثلا حد عصبي، ممكن يأثر على علاقته بالناس، الناس تبعد عنه، فهو يبتدي يشتغل على نفسه فيها في ان هو يبطلها وان هو يقللها. فده من لي ان انا بعرف الميزة وازاي استفيد بيها، واعرف العيب وازاي بيهددني في ايه عشان اعرف الاقي له حلول وتفاداه. اوكي. اوكي، دي تاني خطوة. وعندي كمان تالت حاجة بقى اللي انا يمكن بوينت ان انا حابة اضيفها، ان ممكن في اوقات الواحد ما بيبقاش عارف الصفة فيه. يعني ممكن الناس تبقى واخدة بالها مثلا ان فاطمة بتعرف، يعني فاطمة بتعرف تبريزنت قوي قدام الكاميرا حلو جدا، ممكن هي ما تكونش عارفه ده. فالناس في حاجه او في تكنيك اتعمل اسمه جوهاري ويندو، ده في الكوتشنج كانوا بيعملوه في جروب اتكلمنا اوف احنا عليه بيبل. قبل كده، الجوهري ده فظيع. ده جميل جدا، ده بيتعمل عاده جوه مجموعات من الناس او جروبات، هما بيبقوا بيشوفوا بيدوهم ورق بمكتوب فيه كل الصفات او صفات كتير، وهم بيعلموا لنفسهم، يعني كل واحد بيشوف نفسه انا فيا دول الصفات دي، وبيشوف اللي حواليه انا شايفه ان فاطمه فيها الصفات دي، حد تاني فيه صفات كذا، ابتدوا بقى يشوفوا الاوراق دي مع بعض. اوكي. فاللي بيحصل ان هم بيكتشفوا ان في حاجات هم شايفينها في يعني الناس شايفاها فيهم وهم ما كانوش يعرفوها. حد ده حلو قوي. فيكتشفوا لو ميزه، الله طب دي الناس شايفه ان انا مثلا بعرف ان انا اتكلم قدام الكاميرا، طب ما انا ممكن دي لعبناها مع استغل بعض دي. قبل كده، دي كلنا فاكره. ايوه لما كنا قعدنا كلنا مع بعض، وفي الاخر كنت بتقول فاطمه هاديه ومش عارفه ايه، وفي الاخر لا 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 دي فاطمه. لا لا، هو ده الانطباع اللي وصل للناس، بس بعد كده مختلف خالص. ايوه. لا، هو الفكره ان انا عرفت الناس وصلها ايه، ولو كان عيب او في عيب وصل لهم برضه بقدر اعرف طب بصلح ايه ده، منه. طب وده وصل لكم ازاي؟ يعني ممكن حد وصل مثلا ان دينا مثلا عصبيه، طب ليه دينا ما كانتش تعرف؟ فدينا تبتدي تاخد بالها هي بتبريزنت نفسها ازاي مع الناس، او بتقدم نفسها ازاي، ايه اللي بتعمله بيطلع الصفه دي. بالظبط. اوكي. وفي برضه ممكن او ان ممكن هي تبقى الواحد يبقى حاطط نفسه في كوميونتي او في مجتمع بيبريزنت نفسه من خلال، زي مثلا بالظبط. الصاحب ساحب، فبيبريزنت نفسه من خلال دي، بياخد منه صفة مثلا معينة او حاجة فبيبريزنت نفسه، صح بالظبط. كده؟ ايوه، هو بيقدم نفسه، بمعنى ان انا يعني السلوكيات اللي بعملها دي 1 2 3 هي اللي خلت الناس تاخد الانطباع ده عني، مع ان انا ممكن ما يكونش فيها كده، او ممكن ان فعلا يكون فيها حاجه وانا مش شايفاها، او انا لا ايه ده فعلا انتوا خدتوا بالكم من كده، طب انا هغيره، او انتوا خدتوا بالكم من حاجه كويسه وانا مش شايفاها، طب ما ليه ما احاولش ان انا اكتشفها واحاول ان انا اطور منها. وبرده بيشوفوا كمان ان في صفات غير ان الناس شايفينها فيهم، ان في صفات مثلا انا كدينا علمت على حاجات فيا والناس ما علمتش عليها خالص، انا يمكن انا مخبياها، وممكن الحاجات دي انا عايزه اوريها للناس. ففي الحاله دي هرجع واقول طب انا ايه اللي خلاني او ايه اللي ممكن اعمله عشان ده يظهر اكتر للناس. ده سبيشالي بيحصل ما بين الاتنين المتجوزين، ايوه بالظبط. او اول اتنين، او اول لما بيحبوا بعض، الاتنين اللي اول ما بيحبوا بعض تلاقيهم ايه، بيبينوا احسن ما فيهم، ان هو عنده احسن حاجة في الحياة بالظبط. وعنده صفات جميلة قوي، وهي كمان نفس الكلام، هي طيبة ورقيقة وفظيعة، وفي الاخر تيجي هنا بقى ايه،
والله في الاخر ايوه بيشوفوا صفات تانية. عشان كده الكابل كوتشنج بقى موجود بسبب الموضوع ده بالظبط. آه ان هي ان هو بيطلع احسن ما فيه وهي بتطلع احسن ما فيها، وبعد بقى لما بياخدوا على بعض بيتعاملوا بقى بطبيعتهم. فده جود تيست برضو لل طبعا للكابل صح؟ اكيد طبعا. وللصحاب وللاهل طبعا، بس هو حاساه مينلي اكتر للكابل. هو بالظبط هما الاثنين يعني لما هو بيشوف ان او حتى حد واحده مثلا سنجل وهي عايزه ان هي تتجوز، بس فكره ان هي مثلا مثلا سلوكها او شخصيتها مش باينه مش واضحه، يمكن هي مثلا بتتكسف او كده، فهي مش مبينه معظم اللي جواها. فده برضو بيخلينا ناخد بالنا ان لا انا لازم اعرف ازاي اقدم نفسي للناس وابين له ايه في شخصيتي عشان يقدر الناس تفهمني اكتر. فهي دي ان انا بقدم ازاي نفسي في وسط المجتمع اللي انا فيه. فكده دي تب كده للمشاهدين. ايوه عشان السنجلز يتجوزوا. بس فهي كده دول يعني انا كده اتكلمت على 3 بوينتس. وطبعا دي في يعني وسائل كتير جدا وطرق كتير جدا عشان الواحد يعرف نفسه اكتر. بس طبعاً. احنا بنقدم حاجات للناس يعني بسيطه ممكن تكون مبسطه اكتر للناس. بالظبط تمام. طب ايه اللي ممكن يعني ايه النتائج او يتحمله الانسان لو ما عرفش ان يوصل لنفس سويه؟ ايه اللي ممكن يواجهه؟ هو مبدئيا هيمشي متخبط في حياته جدا. هيبقى ماشي دايما يعني هو مش عارف هو عايز ايه. ممكن يختار غلط في جوازه، يختار غلط في شغله، يلاقي نفسه بيشتغل شغلانه هو ما بيحبهاش. وده بيحصل كتير قوي بعد ما بيتخرجوا من الجامعه، بتلاقيهم بيشتغلوا شغل هم مش عايزينه او هم مش حابينه. تلاقيه مش عايز اصلا يشتغل الشغل ده، ويقول لك ايه انا عشان انا قاعد في البيت ما بعملش حاجه. ده تفتكري ان هو السبب ان هو عشان مش عارف نفسه؟ هو فعلا هو ما اشتغلش على نفسه عشان يعرفها اكتر. تمام. فهو ده اللي خلاه ان هو يختار حاجه ويمشي فيها وفي الاخر يكتشف ان هو مش مبسوط فيها. تمام. مش قادر ينجح اكتر، او ان تختار حد على اساس مثلا ان هي ان هو مثلا ظريف ولذيذ وان هو شكله ابن ناس او كده، بس هي اكشلي محتاجه صفات معينه لان هي ما عرفتش هي محتاجه ايه. فدي حاجه. تمام. هنرجع هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع تاني مع كوتش دينا. استنوني. ورجعنا لكم تاني مع اللايف كوتش وريليشن شيب كوتش دينا حلاوة. وهنسأل دينا كنت عايزة اعرف منك، هو طبعا لما الواحد بيبني علاقة مع نفسه اهم حاجة، انا برضو بسألك وبستفسر منك اكتر، من وجهة نظري ان انا ابقى واثق في نفسي، ازاي البني ادم يبني حتة الثقة بنفسه دي؟ في ناس كتير قوي بتبقى واقعة في الحتة دي بسبب ان هي بتقارن، ما قلت زي ما قلت في اول الحلقه ان هم بيقارنوا نفسهم بناس تانية او قدراتهم وقدرات غيرهم. فطبعا ثقتهم في نفسهم بتقع. تحبي تقولي لهم ايه او توجهي لهم ايه الحاجات اللي محتاجين يعملوها عشان يعني ينموا حته الثقه بالنفس دي؟ هو فعلا الثقه بالنفس ليها 3 مقومات. اول حاجه السيلف لاف، حب النفس. ان واحد يحب نفسه ويتقبلها، يحب بعيوبها. ويبقى عارف ان مفيش انسان كامل فيتقبل وانكونديشنالي، يعني مش انا لو كنت او لو عملت كذا هحب نفسي، لو ما عملتش كذا مش هحب. لا، دي اول حاجه عشان الواحد يبقى عنده ثقه بنفسه. اوكي. الانكونديشنال سيلف لاف او اللي هو بلا شروط، حب النفس بلا شروط وتقبلها. تاني حاجه الانكونديشنال سيلف وركس، ان انا ببقى عارفه ان انا استاهل، او التقدير الذاتي، انا عارفه ان انا مقدره في نفسي في اللي انا بعمله، وشايفه او مقدره ان انا عندي قدرات وان انا عندي عيوب وشايفاها كويس. فالسيلف وركس ان انا استاهل،
ان انا استاهل اخد حاجه كويسه، استاهل يبقى انجح، اوصل للي انا عايزه. وكل ده دي تاني بيلر، اللي لو تاني مقوم يقدر يشتغلوا بس عليه. معنى ان هو يستاهل، بس في ناس كتير بتفهم معنى اللي انا استاهل، اللي هو انا بيبقى عنده حتة الانا شوية، اللي هو انا عايز على طول، يعني نفسه دايما عايز يشبع الغرائز اللي جوه دي، عايز يسكتها، فده حتة ان هو يستاهل. لا، هي يستاهل بمعنى ان انا استاهل حاجة. في ناس بتقول يعني بتقبل بإهانة مثلا لان هي شايفة ان هي ما تستاهلش حاجة كويسة. اوكي اوكي، لا، هو ربنا خلق الانسان يستاهل معاملة كويسة، ويستاهل ان هو يعيش حياة كويسة، وان هو ينجح، وان هو يعني بس يستاهل. طبعا ده مش اللي هو مش هو بس يعني مش هيلاقيه كده وخلاص، لازم يحاول. لا، ما هو انا هقولك ما تالت حاجه بقى، ان هو يطور من نفسه. دي اهم حاجه، طبعا لان هو لو فضل واقف وانا كده تمام وانا زي الفل، لا، في حاجه يعني تطوير بقى على مستوى المهني وعلى مستوى الشخصيه وعلى مستوى كل حاجه. لازم ان هو دايما يفكر لقدام، انا هطور نفسي ازاي وشخصيتي هعمل ايه، ايه الحاجات اوكي الايه، او ايه مثلا الهابتس اللي انا عايزه ابطلها، او العادات السيئه اللي انا اه عايزه ابطلها، ايه الحاجات اللي انا بفكر عايزه اكتسبها ممكن تفيدني في حياتي اكتر. فهما الثلاثه دول اهم حاجه يخلوا عند الواحد ثقه بالنفس. وطبعا برضو ثقه بالنفس دي لما بيعرف نفسه اكتر هو بيكتسبها، لما لما بيعرف نفسه، لانه بيبقى ناجح وبيعرف وكمان هو ممكن عايز ايه. يعني المشاهدين ممكن تحطوا الثلاث حاجات دول، تحطوهم في ورقة وتكتبوهم كده زي تيبل كده، تكتبوهم السلف لاف زي ما قلتي، بالظبط، وال حب النفس او اه سيلف لاف، التقدير الذاتي للنفس ان انا استاهل حاجه كويسه. التالت حاجه النمو او التطور، ان هو اه او يفضل دايما تطور يطور من نفسه مهما كبر. كل واحد ممكن يتعلم اكتر، ممكن يبطل حاجات في حياته كان بيعملها ده يقدر غلط. يساعدك انك تبطل حاجات وتريبليس او تحط بدلها حاجات تانية، يعني يساعدك انك انت تغير مثلا لو عادة ان انت بتاكل وانت قاعد على التلفزيون، وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون، لا انت ممكن تبطل الاكل وانت قاعد قدام التلفزيون، ومثلا تنزل تمشي شوية وبعد كده تطلع تاكل، بدل ما تاكل قدام التلفزيون وبتاكل بحاجات اعلى. ممكن زي الناس اللي بتشرب سجاير برضو تعرف نفسها اكتر في الحتة دي، فده يقدر يساعدكم ان انتوا ترسموه كده زي تيبل، وتكتبوا ايه الحاجات دي، ايه الحاجات اللي انا ايه الحاجات اللي انا استحقها، وايه الحاجات اللي انا محتاج اطور منها. وكمان تقدر زي ما قلنا قبل كده السوات اناليسز، نقط القوة ونقط الضعف اللي عندي، واستخدم الفرص الموجودة. واخر حاجة كانت ايه دينا في السوات اناليسز؟ الصوت، ان انا اعرف العيوب دي اه ممكن تبقى عيوبي ايه، طبعا. نتائجها ممكن تبقى ايه عليا، او تهددني ازاي في حياتي، واحاول ان انا اغيرها واقللها. لازم تمام اشتغل عليها طبعا. بيبقى يعني الشغل على النفس دي بتبقى بتحتاج وقت، ممكن الواحد يقع ويقوم تاني، بس اهم حاجة ببقى عارف وانا يعني اعترفت بيها وشايف ان انا هبتدي ان انا اغيرها. تمام شكرا يا كوتش دينا بجد، يعني اتمنى ان المشاهدين يبقوا يعني عرفوا اكتر من خبراتك واستفادوا، وان شاء الله انتظروني الحلقة القادمة، هتبقى كوتش دينا برضو ضيفتي الحلقة القادمة، هنتكلم اكتر. مش هقول لكم النهاردة هنتكلم عن ايه، هنتكلم هنقول لكم المرة اللي جاية. انتظروني يا الحلقة القادمة يوم الأربع الساعة 8 الصبح مع فاطمة سالم، انتظروني.